يا حبيبتي، هذه أحلى ليلة بعمرنا، الليلة ما تتعوض. الأجفل هذا شوية، ما أنا ما سويت شيء، أنت تستاهلين أكثر. بس كذا ممكن يعني يجينا تخمة. يا ريت، أنت مش عايزاني أنا بتخين وأرجع زي الأول؟ خلاص الأكل هذا يرجعني مثل الأول، مثل ما أنت تبين. أنا سعيدة، سعيدة أوي أوي يا عبد الرحيم. الله يديم سعادتك إن شاء الله، لكن شوفي بصراحة أنت مهما كنتي سعيدة لكن مو مثل سعادتي. أنا ودي أطير، ودي أغني، أنا ما أدري شو أقول لك، أنا يمي العمر كله، يعني سعادتي سعادتي فايقة الحد. أخيراً أخيراً الحلم بقى حقيقة. الحمد لله، إن شاء الله أحلامنا دايماً تكون حقيقة. يا رب. هناكل بقى ولا هنرغي كتير عشان أنا جعانة؟ ولا أنت ناوي ترجع الأكل ده لأصحابه؟ معقول يعني شلون أرجع؟ أنا جايبة لك، جايبة لحياتي، جايبة لعمري. طب ما تغرف لي، يلا بقى. يلا يا سلام، بس كذي حاضر. يرغي. يلا أول طبعاً أحط لك سلطة، والسلطة طبعاً هذه ضرورية. تعطشان. أحلى. أحلى سلطة. كفاية كفاية، أنا هقضيها سلطة. لسه في سمك. أوكي، وأنا عارفك بتحبي السمك.